والحديث أكثر عن هذا المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في البحر الميت، تنضم إلينا وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي. أهلا بك في نشرة الاقتصاد الرئيسية من قناة المملكة. أريد أن أبدأ معك بعيدا عن المنتدى، أريد أن أبدأ معك من الشحنة النفط العراقي التي وصلت إلى الأردن. هل وصلت الكمية كاملة؟ وأيضا ما الكمية يعني بالأساس كمية النفط؟ مساء الخير ومساء الخير لجميع المشاهدين. فعلا اليوم دخلت الحدود الأردنية شحنات النفط القادمة من العراق وخاصة من كركوك، وهذه الشاحنات تحمل النفط العراقي إلى الأردن. الاتفاقية ما بين الأردن والعراق هي لتصدير 10,000 برميل يوميا، وهذا الحكي لمدة سنة. واليوم استلمنا أول شحنة من هذه الشحنات ودخلت إلى الحدود الأردنية، وإن شاء الله تصل إلى مصفات البترول إما الليلة أو غدا صباحا. وهذا يأتي من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب العراقي في شهر شباط. وأهمية هذه المذكرة وأهمية استيراد هذه الكميات من النفط العراقي هي يعني ثمرة لتعاون حثيث وجهود كبيرة بذلت من خلال الطرفين، وهي تعاون اقتصادي ما بين الطرفين. الأسعار اللي أخذنا فيها النفط العراقي كانت هي أسعار متماشية مع الأسعار العالمية، وهي سعر نفط برنت ناقص كلف النقل من العراق إلى الأردن وفرق كلف المواصفات. لكن من المهم جدا أيضا تأهيل الطريق وتأمين الطريق من العراق للأردن، وإن شاء الله بيكون هذا الحكي مع نعم. بالعودة إلى ما جرى اليوم خلال المنتدى الاقتصادي اليوم. البنك الأوروبي قدم خطة طويلة الأمد لتخفيض الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، هل لك أن تطلعين على هذه الخطة؟ البنك الأوروبي ما قدم خطة، الأردن تقدم بخطة واسمها خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء واستدامة قطاع الكهرباء بشكل عام، لأنه لا يوجد استدامة مالية دون استدامة لقطاع الكهرباء. نحن اللي طلعنا بهذه الخطة. هذه الخطة بتعالج أول إشي ديون سابقة موجودة على هذا القطاع، وأيضا تعالج مرحلة حالية واللي هي كلف الطاقة وتخفيض كلف الطاقة من أجل عكسها على الأسعار للمواطنين. أيضا تعالج موضوع هام جدا، وهو بأنه لا يجب أن يكون هناك خسائر متأتية على شركة الكهرباء الوطنية من الآن فصاعدا. وهناك العديد من الأمور اللي بذكرها هذه الخطة، ونحن فعلا بدأنا بتطبيقها، وإن شاء الله قريبا تبدأ بخفض كلف توليد الكهرباء وبالتالي عكسها على الأسعار للمواطنين. طيب، الشبكة الكهربائية اليوم لا تتحمل المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، ما الحلول لديكم يعني لجعلها تتحمل مزيدا من هذه المشاريع؟ أي دولة في العالم تتجه للطاقة المتجددة بتوصل لهذه المرحلة. الأردن وصلها بسرعة، وصلها بسرعة لأن مشينا بسرعة باتجاه الطاقة المتجددة، وهذا شيء جيد. يعني إحنا كانت مخططاتنا إن نوصل ل20% من الكهرباء المولدة إنها تكون من الطاقة المتجددة في عام 2025. سنصل إن شاء الله ل20% سنة 2020. لأن مشينا هالقد بسرعة كان يجب إنه يتماشى مع هذا الكلام تعزيز للشبكة، ربط الشبكة مع شبكات كهربائية في دول مجاورة. كل هذا اليوم نسعى له، وإن شاء الله بتحقيقه سنستمر في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة. لكن
اليوم احنا وصلنا لطاقة استيعابية اللي بنقدر نستوعب فيها الطاقة المتجددة، نستطيع أخذ المزيد لكن بكميات قليلة، وما زال المجال مفتوح اليوم، وهناك موافقات تصدر لمشاريع طاقة متجددة اللي استطاعتها أقل من 1 ميجاوات. عشان المشاهد يفهمني ويعرف قد ايه كبير الواحد ميجاوات، هو اذا مسكنا 15 دونم من الارض وحطينا عليهم خلايا شمسيه بنولد 1 ميجا. ما زال المجال مفتوح لمثل هذه المشاريع، لكن ما اوقفنا هي المشاريع الكبيره لغايه ما نعزز الشبكه الكهربائيه. تم تخفيض تكلفه الكهرباء من عام 2014 كانت 17 قرش ونصف، والعام الحالي هي عند 11 قرشا، هل هناك فرص تخفيضها أكثر؟ نعم، إحنا بنحكي على كلفة الكهرباء. كلفة توليد الكيلووات ساعة من الكهرباء في عام 2014 كانت 17 قرش ونص، اليوم هي 11 قرش، ونحن نسعى، حكومتنا تسعى ومنذ البداية على تخفيض الكلف لعكسها على أسعار التعرفة للمواطنين. والكلف هي كلف متعددة، منها كلف الوقود وهو الغاز، منها كلف الطاقة المتجددة، منها كلف الاستطاعات، النقل، التوزيع، الباخرة العائمة اللي موجودة في العقبة لاستيراد الغاز. وبالتالي اليوم إحنا نعمل جاهدين، ومن خلال خارطة الطريق اللي تحدثنا عنها قبل شوي، من أجل تخفيض هذه الكلف ومن أجل عكسها على أسعار التعرفة إن شاء الله. نعم، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، شكرا جزيلا لك.